نتمنى أن النتائج تكون أكثر مما كنا نتوقعه. احتمال أننا نتجاوز 45 حتى 50 قنطار للهكتار. ما نسعى إليه وهو ما جاء على لسان كل الفلاحين تقريبا اللي التقيناهم، إن شاء الله سنكون عند التحدي. اليوم ولايه ولاد جلال ضعفت الانتاج تاعها بالنسبه للسنوات الفارطه، راهي المجهودات راهي رانا على قدم وساق لمضاعفه المساحات المسقيه خلال السنوات القليله القادمه لتحقيق الاكتفاء الذاتي.